هلو هلو، مرحبا يا احلى عيله واحلى افكينز في احلى لعبه افتراضيه في العالم، لعبه افكين اللايف. انا جود افكين، رجعت معكم بفيديو جديد. قبل ما نبدا الفيديو تنسى دعم الفيديو بلايك، اشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس. موضوع الفيديو ان شاء الله سيكون كيف نستطيع ان نستفيد من عمله الكراونز مجانا في لعبه افكين لايف. انا بتجربتي في لعبه افكين لايف الحقيقه اصدقائي اكتشفت سر صغير انه بيخليك انك بتاخذ معظم الاغراض اللي نازله بالكراونز مجانا في المتجر الخاص بك. ان كنت تعرف أن تعرف هذا السر وأشرح لك عليه، تابع معي الفيديو للأخير ولا تفوت منه ولا دقيقة. لكن قبل ما نبدأ الشرح أصدقائي، ريت أنكم تدعموني وتشتركوا معي على الانستغرام، لأنه جاية معنا الكثير من الفعاليات والكثير من المسابقات، وراح نوزع كثير هدايا على المتابعين في حسابي على الانستغرام. أيضا معنا حدث عيد الحب السان فالنتاين اللي جاي معنا إن شاء الله، وفيه درع أسطوري سأوريكم الدرع أصدقائي، وإن كنتم أنه أقوم بالشرح ان شاء الله في المساء على حدث السان فالنتاين، وريكم مكان الحدث وريكم الهدايا والجوائز اللي تقدروا انه بتاخذوها في الفالنتاين. اكتبوا لي في التعليقات ان شاء الله في المساء بنزل لكم شرح مفصل، يعني لما بينزل الحدث بتعرف نفسك كيف بتاخذ الدرع وكيف بتعمل كل المهام. لو حب اني اطول عليكم المقدمه اصدقائي، خلينا نبدا ونبلش في الشرح ونتسك. اذا اصدقائي، مثل ما قلت لكم، هذا هو الدرع السان فالنتاين اللي اخذناه في حدث سان فالنتاين عيد الحب في الموسم الفارط. الدرع جميل جدا جدا واسطوري، ومثل ما قلت لكم اذا بدكم انه بوريكم مكان الحدث ووريكم كيف تقومون بالمهام وكيف هو الحدث لساته ما نزلش، لكن انا بقدر اني بوريكم مكان الحدث الجديد والدرع وكيف بتاخذ الهدايا والمهام قبل نزول الحدث. وايضا لما بينزل الحدث ان شاء الله سننزل عليه فيديو وشرح مفصل وكيف تاخذ كل الاغراض وكل الهدايا، لانه مثل ما بتشاهدوا الدرع اسطوري اسطوري باتم معنى الكلمه. الحقيقه ابدعت افيك لايف في درع سان فالنتاين. سو اصدقائي، خليني اوريكم كيف بتقدر انك بتستفيد من عمله الكراونز مجانا في لعبه افيك لايف بخبرتي انا وبتجربتي الشخصيه. اول شيء بندخل للمتجر هون. بعد ما ندخل للمتجر اصدقائي بنروح الى الملابس. اوكي، في الملابس هون نجد في الاسفل موجود معنا التصفيه، نضغط على التصفية ونذهب إلى الأسفل. هنا النقود، بنحط الأفا كوينز، بنختار أفا كوينز وبنعمل تطبيق. أوكي، الآن أصدقائي بنذهب إلى الترتيب، الترتيب هنا، وبنعمل السعر منخفض إلى عالي، يعني بنشوف الأغراض الأقل سعرا. أوكي، هون بتخرج معانا الأغراض الأقل سعرا. أوكي، الحين بتسألني بتقولي جولد افكين كيف باخذ، بعرف سؤالكم، بتقولي كيف باخذ اغراض الكراونز مجانا يعني بالافكوينز. راح اوريك الطريقة بالتفصيل. هنا اصدقائي بخبرتي انا لمدة شهر ولا من وقت نزول عملة الكراونز في لعبة افكي لايف، لاحظت انه الاغراض الرخيصة في المتجر قاعدين بيحولوا فيها الى الكراونز. مثال موجود معنا هذا الغرض هون ب 1100 كوينز، هذا الغرض راح يصير بعد بفتره بالكراونز. يعني الفكره هون كيف راح تكون؟ الفكره هون انك بتروح للاغراض الرخيصه، مثل هون موجوده الوشوم، موجوده معنا الجمال ايضا والخصائص، هذه كل الاغراض الرخيصه اصدقائي بهذه الطريقه حاول انك بتاخذ معظمها، لانه كل الاشياء الرخيصة قاعدة في المتجر قاعدة بتتحول الى عملة الكراونز. لما انت بتحاول انك بتاخذ معظم الاغراض ولا بتهديها من حساب نوب الى حسابك وهذه الاغراض الرخيصة، راح تكتشف انه اسبوع بعد اسبوع لما تفتح المتجر عندك يعني في ستايل بتلاقي معظم الاغراض عندك بالكراونز وقت انت اشتريتها بالافا كوينز. هذا هو السر اصدقائي. انا بعد ما كنت اني باخذ هذه كل الاغراض الرخيصه كنت باخذ فيها من اسبوع ومن شهر باخذ بها بعمله الافا كوينز، اليوم اكتشفت انه صار اكثر من نصف المتجر عندي والاغراض بالكراونز، وانا ما اشتريتش كثير اغراض الحقيقه بالكراونز. فبعدين جيت اشوف في السر، عرفت انه الاغراض اللي انا قاعد باخذ فيها رخيصه صارت بعمله الكراونز. بما انه المتجر صاير الحين كل مره بياخذوا شيء بعمله الكراونز اصدقائي، يعني بياخذوا شيء بالكوينز بيصير بعمله الكراونز ويصير سعره غالي الحقيقه، سو انت تاكد من انك الان بتدخل على المتجر وبتختار هون في التصفيه عمله الكوينز وبتختار في الترتيب يعني السعر المنخفض ارخص سعر هون، وحاول كل هذه الاغراض اللي بتشوف فيها امامك كلها راح تتحول بالكراونز، حاول انك بتاخذها.
جرب انت اسبوع، انك في اسبوع انك كل يوم بتدخل بتاخذ اشياء من الاغراض هذه اللي سعرها منخفض، وراح تلاحظ انه بعد اسبوع لما تدخل للمتجر عندك بتشوف الاغراض الخاصة بيك، راح تلاقي معظم الاغراض صارت بالكراونز. سو بعد ما بتاخذ الاغراض حاول بتاخذ يعني قدر المستطاع من الاغراض الرخيصة الموجودة هون. اوكي، بعد ما بتاخذها بعد اسبوع تدخل الى المتجر هون عندك، اوكي، وهون بتختار العناصر الخاصة بيك، تختار عناصر وبعد تختار عرض عناصرك هكذا، وبعد بتختار الكراونز. هون شوف الكراونز هذه كل الاغراض اصدقائي اللي بتشوفوا فيها امامكم عندي انا موجودة عندي في المتجر، الكل اخذتها بالافا كوينز من شهر، كلها بنفس الطريقة باخذ فيها بالافا كوينز، كل هذه الاغراض باخذ فيها بالافا كوينز اصدقائي اللي بتشاهدوا فيها امامكم. يعني انت الحين لما تستفاد من المتجر وتاخذ الاشياء الرخيصة في المتجر بالافا كوينز، اعرف انه بالايام القادمة راح تصير كل الاغراض هذه اللي بتشوفوا فيها امامكم راح تصير بالكراونز. هذه كل الاغراض اصدقائي مثل ما بتشاهدوا هذا الشعر وهذه الاشياء كلها اخذتها بالافا كوينز من شهر، وصارت الحين معنا موجودة بالكراونز. سو هذا هو السر اصدقائي، اتبعوا هذه الخطوات، حاولوا انكم تاخذوا الاغراض الرخيصة كتير موجودة في المتجر وحطوا تصفية بالافا كوينز ورخيصة، وراح تلاحظوا انه يعني حسابكم صاير كله اغراض بالكراونز. هذه هي كانت فكرة الفيديو اليوم اصدقائي، ان شاء الله تكونوا استفدتوا. مرحبا فيكم هدول كل الناس من المتابعين الخاصين بي لقيتهم جنبي، ان شاء الله تكون عجبتكم الرحلة، عجبتكم الفكرة، والفكرة راح تستفادوا منها كثير، وفي كثير ناس تواصلوا معي وقالوا لي نزل هذه الفكرة للمتابعين راح يحبوها كثير. سو اصدقائي خلصنا الفيديو، انتصرونا في فيديو المساء، ان كنتوا تريدون ان انزل على حدث السان فالنتاين اكتبوا لي في التعليقات وسوف انزل عليه باذن الله. كنتم مع جولد افيكين، هذا هو كان فيديو لليوم، باي باي.